ولا تقل القرآن خلقا قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح. وهذا مذهب ثالث في هذه المسألة. المذهب الأول التصريح بأن القرآن مخلوق، المذهب الثاني التوقف فلا يقال مخلوق ولا غير مخلوق، القول الثالث يقولون اللفظ بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. وهذا في الحقيقة احتيال على القول بخلق القرآن، احتيال على القول بخلق القرآن، لأنه لا يجوز لك أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، بل لا بد من التفصيل. إن قلت لفظي بالقرآن مخلوق هذا مذهب الجهمية، وإن قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذا أيضا تأييد لقول الجهمية. فلا بد من إذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فأنت أدخلت أفعالك مع أفعال الله وجعلت فعلك غير مخلوق، وهذا مذهب الجبري، مذهب القدرية الذين ينفون القدر، ويجعلون العباد هم اللي يبتكرون أفعالهم ويخلقونها، فهذا إرضاء للجهمية أو للقدرية. فلا بد من التفصيل في أن تقول ماذا تريد بقولك لفظي بالقرآن، هل تريد التلفظ، تريد التلفظ والصوت، أو تريد الملفوظ به؟ فإن كنت تريد الملفوظ به هو غير مخلوق، الملفوظ به هو كلام الله جل وعلا. أما إن أردت بلفظ تلفظ الذي تنطق به بلسانك فهذا مخلوق، لسانك مخلوق وصوتك مخلوق، صوتك مخلوق ولفظك مخلوق، لكن الملفوظ به المؤدى هذا غير مخلوق. فلا بد من التفصيل، هم يريدون الإجمال، تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو تقول غير مخلوق تجمل، فيدخلون من هذه الحيلة. فلا بد أن تفصل لتقطع عليهم الطريق. ولهذا يقول أهل السنة الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، الملفوظ به كلام الله، وأما اللفظ والأداء هو كلام المخلوق، مخلوق صوته مخلوق ونطقه مخلوق. ولهذا تختلف القراءات والأصوات، بعضها حسن وبعضها غير حسن، بعضها جيد وبعضها غير جيد، القراء يختلفون، مواهب من الله عز وجل، فهذا دليل على أن هذا مخلوق يختلف، بعضهم يعطى صوتا حسنا بعضهم يعطى دون ذلك. أما كلام الله جل وعلا فإنه لا بد أن يكون في غاية الكمال، اختلاف الأصوات دليل على أن الأصوات مخلوقة، أن الأصوات مخلوقة. وما كان ينبغي الدخول في هذا، لكن هم اللي ألجأوا المسلمين إلى هذا الشيء، فلا بد من البيان. لما ألجأوا الناس إلى هذا القول فلا بد من كشفه وبيانه. هي مصيبة في الحقيقة، لولا أن الله قيض لها الأئمة وبينوها لالتبس على كثير من الناس هذا الأمر. نعم. فالمذاهب ثلاثة، مذهب الجهمية القائلين بخلق القرآن، ومذهب الواقفة، ومذهب الصوتية اللي يقولون لفظي بالقرآن، اللفظية نسميهم اللفظية، مذهب اللفظية اللي يقولون لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، فتقول له لا بد من التفصيل، فإن كنت تريد التلفظ والصوت فهو مخلوق، إن كنت تريد الملفوظ به والمتلو فإنه كلام الله.
غير مخلوق. ولهذا جاء في الحديث: زينوا القرآن لأصواتكم، فيطلب من القارئ أن يحسن صوته بالقرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الصوت الحسن بالقرآن، كان يستمع إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يصلي بالليل، لأن الله أعطاه صوتا حسنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع له. وأمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه وهو يسمع، قرأ عليه أول سورة النساء، فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فهو صلى الله عليه وسلم يحب الصوت الحسن بالقرآن، وهو الصوت الحسن نعمة من الله عز وجل. نعم.